مشروع عندنا في الـ HR Management والـ Organization Development، وكان بلشت في بداية بزنس بلان لمشروعنا، اللي هو عندنا الـ Computer Aided Design، Computer Aided Manufacturing Training Center. هو بنعمل فيه بالضبط، احنا Training Center عندنا بنعمل فيه تدريب لتكنيكالز في المصانع في مجال تصميم باستخدام الحاسوب وتصميم قناة باستخدام الحاسوب. كان عندنا في البداية لما بلشت في بدأ في البزنس بلانينج طلع عندي 6 أهداف رئيسية لازم أشتغل عليها لتطوير مشروعي، وهو لما ببلش أعمل أجريمنتس مع المصانع، لأنه إحنا في البداية بنشتغل مع المصانع قبل ما نتوقع أجريمنتس من المعارض بشكل كامل. وكنا وعشان أنت لازم نعمل ديزاين لنيو تريننج باكجز. كمان كان لازم نبلش نعمل ديزاين لنيو تريننج باكجز عشان نوع المنتجات اللي عندنا. وكمان نحن مصنعنا عندنا في المنطقة، هلا قررنا نعمل لوكيشن ثابت لنا ونصير نجيب الناس المتدربين عندنا وبعدين نروح ندربهم بالمصانع اون سايد. كمان قلنا بدنا نجيب فريق جديد عشان يدعم المشروع، لانه ما بكفي هلا انه بس ثلاثة يشتغلوا في المشروع. ونطور الاسلوب لحملاتنا الدعائية والترويج للسنتر. احكي لنا بس عن السيجمنتس والتحليل، كيف طلعتي هاي الاهداف؟ هلا هاي الاهداف وصممناها عن طريق عملنا ماركت سيرش وحللنا سيجمنتس في الماركت للناس اللي قدموا نفس الخدمه هاي. فوصلنا انه في الماركت كان في 2 سيجمنتس، في كان سنترز بدربوا الستودنتس اللي بيشتغلوا بمجال الصناعه والهندسة الصناعيه، وكانوا هدول بيطلب انهم بدهم المتطلبات هدول الستودنتس انهم نعملهم تريننج بس بمجال الكمبيوتر ايدي ديزاين ونساعدهم بالجراجويشن بروجكتس عشان يقدروا يتخرجوا من الجامعات ومن المدارس. في سيجمنت ثاني اللي كانت التكنيكالز والانجينيرز في المصانع في الاردن، كانوا بيتطلبوا تريننج على الكاد كام والسيستم، وكمان بدهم نيو برودكتس، بدهم يمكن نيو برودكتس باستخدام كاد كام ماشينز. احنا الفئه اللي احنا بنوجه لها شغلنا كانت هي الفئه بي، سيجمنت بي، التكنيكالز والانجينيرز في المصانع عشان نقدم خدمه كمبيوتر ديزاين وكمبيوتر بروجكتس. كانت فئه هم فوق 18 سنه اكيد ويكونوا اكسبيرينس يعني عندهم خبره في المجال بس بحاجه لتطوير منتجات جديده وتدريب على السوفت ويرز الجديده في مجال كاد كام ديزاين، ويكونوا اللوكيشن في منطقه صناعيه لانه اللوكيشن الجديد يعني يكون في منطقه صناعيه. طيب ايش تعطي تحليل عملتوه يعني از سوات؟ نشوف كيف خلطتوا. هاي السوات بالنسبه للسوات اناليسيس يا صوت ظهر عندنا اكثر من opportunity وthreats في الصوت analysis. مثلا الانفليشن ريت انكريز هو بياثر علينا، بيعملنا ديكريز في الانكم للبلانس، وبالتالي ما في ديماند على التريننج الانالوجي. كان في عندي opportunity اللي هي inflation ريت انكريز اللي هو رح يقلل كمان الانكم للاكسبيرينس تكنيكال، بصير لازم انهم يطوروا من حالهم، ممكن هذا انه يزيد الطلب على التريننج في مركزنا. وكان في الاوبرتونيتي اللي هي صار يطلع في المصانع بالاندستريال ريجن، صار يطلع على مصانع جديده وبيستخدم تكنولوجيا جديده بيستغل في الكاد كام انجينيرنج، وهذا كمان بيتطلب نيو تريننج ونيو برودكتس لتدخل على الماركت، وهذا بصير له طلب للتريننج عندهم نيو برودكتس اللي بننتجها احنا ونعملها ديزاين. وهدول ما
هاي النيو ادرس الناس كمان بتخلق مع الوقت النيو ترينينج، يعني هي هاي الصناعه اصلا متجدده، يعني ترينينج يعني متجدده كل شوي ثاني بتلاقي انه سوفت وير بيتحدث بده ترينينج فبتصير ساكت شغله. هاي هي الاوبرتونيتيز اللي بتساعدنا. هلا من هدول الاوبرتونيتيز والثريتس اللي ظهروا عنا قدرنا نحدد الاستراتيجيز اللي بدنا نشتغل عليها واللي هي اللي حكيناهم هم الفايف جولز اللي بدنا نشتغل عليهم خلال هاي الفتره. تمام، اذا بتحبي تنتقلينا على الاوبرتيشن بلان نشوف واحدة من البروسيس تبعتك، او اذا بتحبي تحكي عن الثيمز تبعتك. واحدة بحكي عن واحد من الثيمز اللي اشتغلناهم واللي هو ثيم من الثيمز استابلش اجريمنتس مع البلانز لحتى نقدم لهم كستمايز تريننج. هذا الهدف الاساسي منه تو انكريز اور انكم. هذا انكريزنج اور انكم بتيجي من زياده عدد الترينيز المدربين اللي عندنا في المركز، وعشان نزيد هذول عدد الترينيز لازم نكون فعلا فيكس اجريمنتس مع الفاكتورز واجريمنتس متجدده، انه نحاول نحافظ على المصانع اللي بتعمل اجريمنتس معنا نقدم لهم الترينينج كل ما يتحدث السوفت وير او كل ما يطلع منتج جديد او نصير لهم نصدر منهم احنا منتجات جديده. وعشان نقدر نعمل كل هذا كان لازم ندرب عنا الاندستريال ريليشن كوردينيتر، وبحتاج هو كوميونيكيشن سكيلز وتريننج كوميونيكيشن سكيلز، ونعطيه كمان انتربيرسونال سكيلز لانه هو مسؤول عن اللقاء مع المصانع مع الريبريزنتيفز في المصانع حتى يحكيهم عن منتجاتنا ويحاول يوقع اجريمنتس مع اكبر عدد من المصانع. بلس كان البروسيس في الاوبريشن بلان كان طبعا البزنس اوبجكت تبعنا هو تو انكريز اور انكم. كان في عندهم من البروسيس كمان اللي هي استابلش اجريمنتس وذ بلانز وبروفايد كستمايز تريننج. هاي البروسيس الهدف منها تو اتراكت نيو كستمرز تو انكريز اور انكم. كان الهدف الاساسي من انشاء هاي العمليه نزيد العلاقه نرفع علاقاتنا مع الكاستمرز نقويها نزيد الماركت شير في السوق لانه في ناس منافسين في السوق، وكمان انه نقوي يعني نطور علاقاتنا مع الكاستمرز مش بس نقويها نطورها نزيد الترينز وقت عندنا. بس اذا بتحبي تفرجينا بالك تكتب برسنتال ويتش البزاج رسمتها؟ اه هي بنجهز لهم على اساس الابلكيشن فورم بنجهز لهم الاجريمنت. الاجريمنت بنوديها على الريال عشان يدرسها طبعا قبل ما نبعثها للاندستريال بلانز عشان يدرسها بشكل كامل ويجهزها بشكل كامل، بعدين بنبعثها عن طريق الجنرال مانجر للاندستريال بلانز. الاندستريال بلانز يا انه بوافقوا على الاجريمنت يا بكون لهم ملاحظات عليها، يا اذا لهم ملاحظات عليها بنحاول نحلها بيننا وبينهم. إذا ما عندهم ملاحظات عليها بنوقعها على السريع. هلا إذا قلنا إذا في ملاحظات بنحللهم، انحلت انحلت، ما انحلت ما رح يكون في أجريمنت طبعاً. أما إذا انحلت الملاحظات بنوقع على الأجريمنت وبصير في أجريمنت بيننا وبين هذا المسير. طيب. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو.
إذا بتحب تحكينا شوي عن الاستراكشر تبع المركز عندك. هلا الأورجنايزيشن ستراكشر في عنا جنرال مانجر سكرتيري كمان في عنا محاسب وريجستريشن اوفيسر مجتمعين تابعين لجنرال مانجر على طول. البروجكت برودكت ديفلوبمنت مانجر في تحته اربع بوزيشنز اللي هم الكاد كام انستراكتور المحاضر اللي بيقدم التريننج والماركتينج اوفيسر والاندستري ريليشن كوردينيتور والار ان دي سبيشاليست. تحكي لنا عن جوب ديسكربشن لواحد من هدول البوزيشنز. طبعا يعني الاندستري ريليشن كوردينيتور بحس انه هو وظيفة خارجة المطلوب منه الجوب سالري لو تو ميك اجريمنتس وذ اندستريال بلانت وكيب كونتينوال كونكشن وذ اندستريال بلانت. هلا الاسينشال فانكشنز من كونسلتيشن كوردينيتور تو ميت اندستريال بلانت ريبريزنتيفز ميك اجريمنتس وذ اندستريال بلانت prepares quarterly reports about industrial plans and agreements, follow-up agreements and find solution of complaints on them, and help manage relationship with central clients. في job requirements, المفروض ال education bachelor degree of business management or marketing. المفروض يكون عنده good knowledge of industrial plans and their functions. من 1 year to 2 years experience in marketing والindustrial fields. المفروض يكون عنده skills in requirements analysis يقدر يحل requirements للماركت negotiation skills contract management knowledge motivating others عشان يشجع الناس انها تاخذ تدريب معنا و punctual reliable انها plans يحب الناس on time و real ويكون كمان عنده معرفة بالجوب عشان يقدر يوصل فكرة المصنع. الوركينج كونديشن كمان عندنا ترابل ريكويرمنت في عندنا بعقدين مصانع في عندنا بمعاد مصانع بأردن مصانع بهمنا يكون هدول كمان من الناس اللي عم نعطيهم تريننج ومفروض تكون اون كول سكيدجولز يعني مرتب حالة التدريب وكمان الترافل ريكويرد هذا اهم شيء. سكوب اوف بيرسونز اوثورتي انكلودينج ليست اوف جوبز ريبورتد اون هيم. ما في اي سوبرفايزر ريسبونسبيلتي لهذا الشخص يعني ما في حدا تحته بيعمل سوبرفيجن وبيعمل ريبورتينج للبرودكت ديفلوبمنت مانجر هاي المرحله. هلا المانجر كيف قيمت الاداء؟ اوكي عشان نقيم اداؤه اول شيء هو المطلوب منه 5 essential functions اللي هم هدول نقيم اداؤه عليهم ميد اندستريال بلانس ريبريزنتيفز هم التارجت 20 بلانت بير مانث على الاقل اللي قابل والميجرمنت هو نمبر اوف فيزيت ريبورت بير مانث المفروض يكون 20 فيزيت بير مانث طبعا هاي بالنسبه لنا الويت لها 30% بير مانث ميد اجريمنتس وذ اندستري بلانت على الاقل بدنا يحصل العدد 20 تو اجريمنتس بير مانث عشان نقدر نحصل تارجت الانكم باخر السنه. نمبر اوف اجريمنتس ديو تو فيزيت بير مانث هو الطريقه اللي بنحسب فيها الاجريمنتس بير مانث اللي بتحصل وكمان هو 30% من الاول ريت. بريبيرز كوارترلي ريبورتس اباوت اندستري بلانس اند اجريمنتس هم الكوارتر دي ريبورت اربع ريبورت بريد والويت لهذا الميجر 15% وفول اب اجريمنتس اند فاند سوليوشن فور كومبلينت اون ذيم انه يتابع المصانع والاجريمنتس اللي بتصير معهم والكومبلينتس للمصانع على هاي الاجريمنتس وكمان كان الويت 15% هيلب مانج ريليشن شيب ويز سنتر كلاينتس هلا في عندنا سنتر كلاينتس المفروض انه هو ايه هو الشخص الموجود على الريسبشن سنتر كلاينتس المفروض يساعده عشان يظبط العلاقات مع المصانع ويحل مشاكلهم 10% تمام فرجيني خطه التدريب استخدمتها المعلومه
برضه كانت خطة التدريب أنا بس هذا الشغل هو كسر الريليشن كوردينيتر كانت أهم تاسك إلى مين تكسر كانت كانت ريبريزنتيفز وكانت خطة التدريب عندهم كوميونيكيشن سكيل كانت فيري هاي لازم ياخذها نيغوشيشن سكيلز وانتر بيرسونال سكيلز المفروض ياخذهم بس ميديوم أقل من كوميونيكيشن سكيلز شكرا جزيلا لك.